هنجيب علبه من الكيك الجاهز، العلب اللي هي بتتباع في السوبر ماركت، بتبقى علبه وبيبقى مكتوب عليها المقدار بتاعها، 3 بيضات، 90 مللي زيت، 150 مللي ميه، ده بيبقى موجود على العلبه. خلاص ادي دول جاهزين. وبعدين عندي الباكيتات برضو من السوبر ماركت بتاعت الكريم كراميل، ومعاها صوص الكراميل بتاعها، ومعاها لبن. بس كده؟ اه بس كده. هنعمل ايه؟ هاخد الزيت، البيض، واضربهم بسم الله الرحمن الرحيم، وانزل عليهم خليط الكيك اللي هو عليه الكاكاو وعليه السكر وعليه البيكنج باودر والدقيق، كل ده بيبقى اوريدي موجود جوه الخليط بتاع الكيك. استخدموا اي نوع انتوا حابينه، في انواع مصري دلوقتي ممتازه. وبعدين انزل الميه، بودره الكيك او خليط الكيك عليه الكاكاو والدقيق والبيكنج باودر بتاعه، حطينا عليهم البيض والزيت والمية، والمية طبعا ممكن تبقى لبن لو انتوا حابين. شكرا. اوبس. في حلة هحط بودرة الكريم كراميل اللي بنجيبها من السوبر ماركت، هحط عليها اللبن، هدوبهم على البارد، وبعدين هرفع على النار تسخن تشد، ارفعها من على النار. واضحة؟ اوكي. البودرة دي جاهزة عليها كل الحاجات، عليها السكر وعليها كل حاجة. الخليط على فكرة بتاع الكيك برضو بيبقى عليه فانيليا، فمش محتاجين نحط فانيليا. هجيب طبق بايركس ينفع يخش الميكروويف، هنزل فيه بسم الله خليط الكيك، هعمله على درجة حرارة الميكروويف، يعني هعمله على درجة حرارة عالية لمدة 5 دقايق. ما عنديش مايكرويف يا أميرة في البيت، خلاص هندخل ده في الفرن لمدة ساعة الا ربع، درجة حرارة 180، الرف اللي في النص. لكن أنا يعني إيه بحاول إن أنا أوريكم تكنيك تاني بمدة أقل. بسم الله الرحمن الرحيم. هشيك عليها في نص مدة السوى، وأنا مش عايزاها أصلا ترتفع قوي، ومش فارق معايا كل الكلام ده لأن هي لسه هحط عليها الكريم كراميل، بس عايزاها تستوي. نقول بسم الله، درجة حرارة عالية لمدة 5 دقايق. هنا بدأ يشد اهو، بدأ يشد. نسيت اقول لكم، الظرف بيتحط على نص لتر لبن، احنا هنستخدم نص الكمية. هنستخدم نص الكمية، يعني دول 2 باكت على نص لتر لبن، عشان عايزاه يبقى ماسك نفسه بزيادة يعني. وهفضل اقلب فيه لحد ما يشد. هتطلع الكيكة تاخد الكريم كراميل وتخش الايه التلاجة، تطلع من التلاجة تاخد صوص الكراميل وشكرا. ف5 دقايق صنف حلو، حلو جدا 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 والله العظيم، حلو جدا. لو عملتوه في البيت مش هتبطلوا تعملوه. لا 5 دقايق مش 10 دقايق، معلش انا برغي كتير هنا، لكن انا لو في البيت كان زمانها استوت وطلعت وخلصنا، بس انا برغي معاكم كتير هنا، بشرح بقى وباخد راحتي وكده. نقوا البايركس اللي يخش الفرن يكون الحافه بتاعته غويطه شويه، عشان ياخد الكيك وياخد عليه الكريم كراميل والصوص، ويبقى كده ايه لطيف. ابص عليها كده سنيك بيك، واقلب هنا. ده على درجة حرارة عالية، تقليب مستمر عشان ما يعملش قشرة تحت يتلسع مننا.
طبعا كل واحد حافظ المايكرويف بتاعه، يعني انا في البيت عارفه ان هو مثلا بياخد 5 دقائق كذا، حد تاني يعني اول مره هي بس اللي هتبقوا تتعرفوا، وبعد كده خلاص انتوا هتبقوا عارفين بتاخد وقت قد ايه، لان طبعا مش كل مايكرويف زي التاني، عدد الواط بتاعه بيبقى مختلف من واحد للتاني، من جهاز للتاني. وفي مايكرويفز بيبقى مكتوب عليها كيك في كذا دقيقة معرفش ايه، يعني كل حسب اللي عنده يا جماعة، ما فيش اي مشكلة بالنسبة لي، المهم الغرض من الموضوع. تمام، شغالة كويس جدا، شغالة كويس جدا، بدأت تستوي من الحروف ولسه النص، يعني على ال5 دقايق هتكون تمام. بس خلاص شايفين بقى ده تقل ازاي، ارفعه بقى من على النار واحطه في بوله عشان يهدى شويه، انا مش عايزاه يبقى مولع وهي مولعه فيطروا بعض، فحطه كده في البوله يستهدى شويه. لو الطبق ده الحواف بتاعته عاليه هحط الكريم كراميل فوقيه في نفس الطبق وخلاص، لو لا معلش هننقله مش مشكله في طبق اغوط. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحط عليه الكريم كراميل، مش فارق معايا الشكل خالص لانها مولعه، مش فارق معايا الشكل خالص. بس بصوا الكيك، طيب بصوا يا استاذ طمان، خلينا نوري الناس شكله اهو، انا بس مش قادره امسكها من كتر ما هي مولعه، شايفين كيك، كيك عادي خالص، واحطهم على بعض وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وادي الكريم كراميل عشان نحولها، يا عيني ادي صوص كراميل، تقدروا طبعا تستخدموا صوص الكراميل اللي هو عباره عن الاكياس اللي بتيجي مع الباكيتات برضو، تحطوها على الوش اذا انتوا حبيتوا، بس انا الصراحه بحب الصوص ده اكتر.